السلام عليكم، اسمي فرح الرفعي، عندي 28 سنة، مصرية مقيمة في دبي، بشتغل في شركة في أبو ظبي كسينيور اكزيبيشنز كوردينيتور أو منسق أول للمعارض، بندير مساهمة الإمارات في بيانال البندقية في إيطاليا، وعندي مشروعي الخاص في مصر وهو مهرجان سينمائي للتصميم، بنعرض فيه أفلام وثائقية عن التصميم والعمران والعمارة. الحقيقة اللي عجبني قوي في الموسم الأول من منازل الروح هو أنه اداني أدوات مختلفة عملية وفي نفس الوقت روحانية، أدوات ممكن أستخدمها في علاقتي مع ربنا طبعا وعلاقتي مع أهلي وأصدقائي وزمايلي في الشغل وعلاقتي حتى مع الطبيعة، أدوات ممكن أستخدمها في حالة التوتر والتشتت في ظل الصعوبات اللي احنا بنواجهها في حياتنا. أتمنى إن شاء الله لو تم اختياري السنة الجاية إن أنا أتعمق في دراسة هذه المنازل أو الأدوات علشان أرتقي بحياتي وبأسلوب حياتي تجاه أهلي وشغلي وزمايلي. اللي اقدر اقول المميزات اللي فيا ان انا بلتزم، ملتزمة جدا، دؤوبة.